مما يتكون لهب الشمعة. ذهبت لقصر الاكتشافات في باريس لإجراء تجربة ستوضح الإجابة بأسلوب رائع. ذاك الموصل سيشحن بشحنة كهربية سالبة، وأما هذا الموصل فسيكتسب شحنة موجبة عن طريق الحث الكهربي. حسناً، سنشغل مجالاً كهربائياً. انظروا، اللهب ينتشر. نعم. كم مقدار الجهد الكهربائي هنا؟ حوالي 20,000 فولت. 20,000؟ هل ترى الفراشات؟ فراشات؟ نعم، إنه يتمدد هكذا كالفراشة. نعم نعم، كم هو جميل، إنه يشبه الفراشة. اللهب نوع من البلازما، إذ يحتوي على أيونات مشحونة. انظروا إلى اللهب، انقسم إلى جزئين منفصلين، جزء يتجه ناحية الصفيحة ذات الشحنة السالبة ويتضمن الأيونات الموجبة، والأيونات السالبة تتجه ناحية الصفيحة ذات الشحنة الموجبة. انظروا، اللهب يتمدد بشكل ما. فإن لم تقتنع أن الشعلة تحتوي على أيونات، تابع الجزء الثاني من تجربتنا، فيه نقارن بين الموصلية الكهربائية للهب وللهواء، وعادة يكون عازلا ممتازا. يتطلب كسر سنتيمتر من الهواء نحو 10,000 فولت، وهذه الصفيحة تحمل حالياً 10,000 فولت. ترون أن الشرارة صغيرة، لكن إذا وضعت الصفيحتين حول اللهب فهل يمكن إحداث شرارة أكبر؟ انظروا إلى هذا، رائع! بما أن اللهب يحتوي على أيونات فإنه يمكن كسر مسافة أكبر من الهواء، فلدينا موصلية كهربائية أكبر. نعم، هذا رائع! ألا يروق لك فعل ذلك؟ إذا بلغ المجال الكهربائي قوة كافية يمكنه أن يطفئ الشعلة، لكن انتبه لما سيحدث عندما تنطفئ شعلة اللهب. انظر. نعم نعم نعم، ممتاز. هل توجد أيونات في الدخان؟ نعم بالطبع، كما حدث في اللهب، تنجذب الشحنات المتضادة في الدخان في اتجاهات متضادة. البعض قد يرى أن اللهب ليس نوعا من البلازما لأنه ليس ساخنا بما يكفي ولا يحتوي على كثافة كافية من الأيونات، لكن ثمة شيئا واحدا أكيدا، أنه يحتوي على أيونات بالفعل، وهي تتمتع بخصائص كهربائية مهمة تظهر إذا توفر مجال كهربائي بالقوة الكافية. انظر.